السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك الفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه ارسال تطبيق شيرد من جهاز اندرويد الى جهاز اندرويد اخر عن طريق بلوتوث. فطبعا الطريقه جدا سهل. الحين حد ناس ما تشوفون هذا الجهاز اللي على اليمين ما فيها شيرد، عفوا الجهاز اللي على اليمين فيها شيرد، ابي انقل هذا الشيرد الى جهاز الثاني اللي على اليسار. فجدا سهل الطريقة. كل ما عليك انك تفتح تطبيق شيرت، بعد ما تفتح تطبيق شيرت اضغط على هذا الزر، هذا علامة الزايد اللي فوق، علامة الزايد اضغط عليه، بيفتح لك هني هذا الخيارين. عندك بلوتوث، اضغط على زر بلوتوث، ناس ما يشوفون زر بلوتوث الزر الازرق. بعد ما تضغط على الزر اضغط على موافق. فالحين يبدأ يعني يبدأ يبحث عن بلوتوث، لازم تكون يعني لازم تشغل البلوتوث في الجهاز اللي الجهاز هذا. ناس ما تشوفون جهاز شغل البلوتوث، ناس ما تشوفون شغال البلوتوث عندي، يعني اذا ناس ما تشوفون اذا كان مشغل يعني مش مفعل اضغط عليه مرة. الحين شغال، اوكي الحين شغال ناس ما تشوفون، اوكي الحين اضغط على بحث، اوكي بعد ما تشغل ناس ما تشوفون يبدا يدور البلوتوث للجهاز الثاني. ناس ما تشوفون هذا هو الجهاز الثاني، هواوي بي 20 برو، اوكي اضغط عليه، اضغط عليه بعد ما يحصل اسم الجهاز اضغط عليه. والحين بيفتح لك هنا، اضغط على موافق، بيفتح لك هذا النافذه اضغط على موافق. بعد ما تضغط على موافق الحين يتم ارسال الشيرد الى الجهاز الثاني. ناس ما تشوفون الحين ننتظر لين ما يكتمل هذا الشريط، لين ما يكتمل 100% ويكون الشيرد موجود في الجهاز الثاني. ننتظر لين ما يكتمل وبرجع لك. وبس الحين تم ارسال الشيرد. الحين اضغط على عليه ناس ما تشوفون. طبعا نروح للمدير الملفات بتحصل الشيرد موجوده في تنزيلات. ناس ما تشوفون تنزيلات، ناس ما تشوفون ملف تنزيلات بلوتوث، اوكي ناس ما تشوفون هذا هو تطبيق شيرد. الحين اضغط عليه مره، الحين اضغط على التثبيت واضغط على التم، ومبروك عليك تم تثبيت شيرد على الجهاز الثاني. ناس ما تشوفون مبروك عليك يا شباب. هذا هو يعني الشرح، طريقة بسيطة جدا تنقل الشيرد عن طريق البلوتوث بدل ما تحمله. الحين تم تحميل الشيرد، الحين تقدر ترسل اي شيء من اي شيء من تطبيقات او ملفات صوتية او فيديو من عن طريق شيرد من جهازك الاول لجهازك الثاني. بس هذا هو الشرح. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وافعل زر الجرس. مع السلامة.